برحب بيكم أعزائي المشاهدين. كلام كتير جدا هيكون في الفقرة دي. اتحاد الكرة المصري، أنا نفسي احترت، احنا عندنا اتحاد كرة ولا ما عندناش اتحاد كرة؟ لجان سمك لبن تمر هندي، لجان كلها بالمجاملات، قضية مش عارفين ناخد فيها رأي ولا قرار، قضية اتنين مش عارفين ناخد فيها رأي ولا قرار، قضية ثلاثة حدث ولا حرج، كثير جدا من القضايا لغاية دلوقتي مش عارفين ناخد فيها رأي ولا قرار. هناقش بالتفصيل مشاكل عديدة في هذه الفترة، مشاكل الناس الغلابة، الأندية اللي ملهاش صوت، اللي اتحاد الكورة دايس عليها، اتحاد الكورة يلجأ لها وقت الانتخابات والجمعيات العمومية، وبعد كده شاب كل سنة وانتم طيبين، نقابلكم في انتخابات تانية بعد 4 سنين. اتحاد الكرة ناسي ان في برامج بتوصل صوت الناس الغلابة دي، عشان كده انا مصر النهاردة ان لازم يكون فينا مداخلات مع السادة اعضاء اتحاد الكرة المصري، يجاوبوا حقكم، احنا بنقول رأي في الرأي الاخر، ادونا رأيكم في الموضوع اللي احنا هنطرحها النهاردة، احنا غلط ولا صح، سيادتكم صح واحنا غلط ولا لا. انا موافق على كده، لكن في البداية ارحب بضيفي الكريمين في هذه الفقره، الاستاذ صبحي العطار عضو مجلس اداره نادي حوش عيسى والمشرف العام على الكره بالنادي، اهلا وسهلا بك. اهلا بك يا دكتور ايهاب، واهلا بضيوف سي بي سي 2. بالزي البدوي الجميل، الزي اللي كلنا عاشقينه حقهم علينا بكل تاكيد، الحاج فوزي بيده عضو مجلس اداره نادي بهيج في برج العرب والمشرف على الكره، اهلا بيك ومنورني ضيفنا. اهلا بيك يا دكتور، شرفنا يا دكتور. يا اهلا وسهلا بيك يا دكتور. ايه حكاية حوش عيسى وايه حكاية نادي بهيج؟ الناديين الاثنين كانوا بيلعبوا في القسم الثالث الموسم الماضي. حوش عيسى كان موجود في مسابقة او في منطقة كفر الشيخ، بيلعب مبارياته تابع لمنطقة كفر الشيخ. الناس بيقولوا احنا لنا حق، المفروض ما نهبطش للدرجة الرابعة، بقدرة قادر هبطوا للدرجة الرابعة، بيقولوا معانا كل المستندات وكل الأدلة وكل البراهين وقالب به ته ته وكل حاجة حلوة في الدنيا، لكن محدش راضي يسمعنا. في حد دخل اتحاد الكورة متعمد، وهنقول بالتفصيل، زي قبل كده زي ما انتم فاكرين كوم حمادة لما قالوا ما لهمش حق شوية لأنهم صعدوا القسم الثاني، زي ما الحاج سمير موسى بينادي وبيصرخ أنا ليا حق وفي حال التزوير وأثبتت بالفعل، ورغم كده بيلعب في القسم الثالث. استاذ صبحي، عندك مراره وانت بتكلمني وشعب حوش عيسى والبلد كلها الصراحه لما بتكلمني، انا كنت حزين، لكم حق ومش عارفين توصلوا له، ايه حكايتكم بالتفصيل؟ والله احنا كنا بنلعب في دوري القسم الثالث مجموعه كفر الشيخ الموسم الماضي، وبعد نهايه الموسم في 3 فرق بينزلوا للقسم الرابع، بعد نهايه الموسم تساوى 3 فرق في رصيد واحد 25 بونت. ثواني كده الاول، واحده واحده، لجنة او مسابقات كفر الشيخ كان برأسها الاستاذ مصطفى عيسى، مصطفى عيسى اللي هو وكيل وزارة الشباب والرياضة في مطروح حاليا، بالظبط تمام. بعد نهاية الموسم تم تساوي 3 فرق في رصيد 25 بونت. جدول لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم بتنص على اذا تساوى فريقين في عدد النقاط يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة فيما بينهم. واحدة واحدة، الثلاث فرق كانوا مين بالتفصيل كده؟ مركز شباب حوش عيسى، مركز شباب اللين، نادي بلطيم. دولت الثلاثة متساويين في 25 نقطة، في 25 بونت بعد نهاية المسابقة، بعد نهاية المسابقة تمام. تم تساوي الثلاث فرق في 25 بونت، أخذوا مواجهتي بيني وبين شباب اللين. الأول مباراتيني مع نادي بلطيم أنا كسبت في ملعبي 2-0 وخسرت بره ملعبي 2-1. نادي اللين كسبني في ملعبي 2-0 وتعادلنا في اللين 0-0. مباراة اللين مع بلطيم، بلطيم كسب 4-1 وكسب في بلطيم 2-0، كسب المباراتين. بلطيم كسب اللين، طالع نازل. بعد نهاية الموسم تم تساوي الثلاث فرق ولجأنا للجدول المباشر بعد نهاية الموسم، الترتيب العام كان الثلاث فرق 25 بونت. لائحة الاتحاد المصري بتمس إذا تساوى أكثر من فريقين يتم عمل جدول
الجدول ده موضح فريق حوش عيسى في المركز الثاني يجي في بداية الترتيب نادي بلطيم 9 نقاط ليه 8 أهداف وعليه 4 أهداف. نادي مركز شباب حوش عيسى ليه 4 نقاط وليه 3 أهداف وعليه 4 أهداف. مركز شباب الليل ليه 4 نقاط وليه 3 أهداف وعليه 6 أهداف. سالب 3 وأنا سالب 1. بناء على إيه؟ لجنة مسابقات القسم الثالث منطقة كفر الشيخ طبعا عارفين إنها هتميل مع فرقتهم. احنا عندنا بلطيم وقلين الاثنين بينتموا لمحافظه كفر الشيخ بالظبط، وحوش عيسى لمحافظه البحيره. محافظه البحيره تمام. طبعا لجنه مسابقات منطقه كفر الشيخ بعت التوصيات للاتحاد المصري لكره القدم للجنه الرئيسيه بتفيد ان بهبوط فريق حوش عيسى. بناء على ايه؟ الاول كان على حسب سمعي ومتابعتي ان هم قالوا ان انتم مستنيين في الدرجه الثالثه في البدايه، وده اللي حصل بالفعل. وايدت قوايمي في القسم الثالث والقوايم معايا اهيت بتاريخ اي خافنا حتى في الاتحاد المصري في منطقه البحيره ومعتمده بختم الاتحاد المصري لكره القدم. طب بس 3 منطقه 8. البحيره ماشي يا فندم، دي منطقه البحيره معلش وتم اعتمادها من الاتحاد المصري تم اعتمادها يوم 6/8. تم الاتحاد المصري ما يعرفش انت بتلعب في قسم ايه، ويعني الاتحاد هيأيد لعبتي بناء على ايه؟ ولازم يكون عنده مرسوم الجداول اللي نازل ونزل مرسوم الجداول يوم 14/8 وفي حوش عيسى واحنا قرينا كده في على صفحات النت. وتم وبعد كده تم الغاء فريق حوش عيسى ورجعوا لنا بشباب اللين في مرسوم الجداول. هبطتوا انتوا وبعد كده وطلع اللين مكاننا. طبعا انت عارف ان وفي تعمد واضح من الكابتن احمد مجاهد لفريق حوش عيسى. يقول لك ما لهمش حق. طب انا عاوز على الهوا دلوقتي يطلع اي حد من الاتحاد يقول لي حوش عيسى ملهاش حق. لو انا ماليش حق انا خلاص نطلع قدام جمهوري على الاقل نقول لهم يا جماعه احنا ملناش حق، احنا ننزل قسم رابع ونطلع تاني الموسم اللي جاي. لكن النهارده انا نطلع نفقد مصداقيتي امام جمهوري وامام اهل بلدي يقولوا لي انت مش مذاكر اللوائح كويس. لا انا معلش انا بنطبق لوائح الاتحاد المصري لكره القدم اللي بتنص على اذا تساوى فريقين يتم الاحتكام للمواجهات المباشره فيما بينهم، اذا تساوى اكتر من فريقين يتم عمل جدول. الجدول بيقول حوش عيسى في المركز الثاني. طبعا الكابتن ايهاب لهيطه عارف بموضوعنا، كابتن حماده المصري، الاستاذ جمال علام، كل اعضاء اتحاد الكوره كل اللي قابلني يقول لك حوش عيسى لها حق. طب فين الحق؟ وبعد كده يروح يقول لك قدم تظلم. قدمت تظلم بتاريخ 3/8 قال بتاريخ 14/8 تناقش يوم 28/8 قال لك لا ده انت رايح قبل المده ب 10 ايام. يعني ايه رايح قبل المده؟ ما اعرفش والله. طب وقابلت مني التظلم بناء على ايه؟ يعني رفضوا التظلم التظلم الاول. عملت تظلم جديد يوم 22/9 في كل تظلم كام؟ 5000 جنيه حلو. في التظلم الاول التظلم الثاني بتاريخ كام؟ بتاريخ 22/9 تمام. وصل لنا فاكس ورد الينا من 3 ايام من الاتحاد المصري لكره القدم بيفيد ان في اجتماع للجنه التظلمات يوم 27/10 الاثنين القادم في مقر الاتحاد الساعه 1 ظهرا. طبعا انا يعني جاي النهارده يعني مع حضرتك عشان اعرض ايه للناس ازاي اتحاد الكره بيتعامل. يعني النهارده لما لجان في الاتحاد مخترقه ويتم نزول فريق حوش عيسى بدون وجه حق، طب احنا هنطالب مين؟ انا من هنا من منبركم المحترم بنطالب كل الجهات المعنيه والمسؤوله عن الرياضه في الدوله بدايه من الوزير المحترم المهندس خالد عبد العزيز بالتحقيق في هذا الموضوع عشان كل واحد ياخد حقه. احنا في دوله القانون واحنا بنطالب بتطبيق لوائح. مصر قامت بثورتين، النهارده جاي ناخد حقي امام المشاهدين. انا دلوقتي قدام حضرتك في استوديو محترم وبرنامج محترم مسموع، دلوقتي جيت اعرضت ورقي، في ناس مش هتقدر توصل للمكان ده. ففي مجاملات في اتحاد الكوره والمجاملات جيت على حساب فريق حوش عيسى، واحنا كده يا دكتور ايهاب بنطالب بحقنا على الهوا، ويا ريت تشكيل لجنه محترمه من اتحاد الكوره للبحث في الموضوع. وانا ما بقولش انا مقدم تظلم ورايح يوم الاثنين للاتحاد، بس النهارده لما نيجي انا في الاستوديو عند حضرتك ونتكلم ونقول ان حوش عيسى لها حق، لا لنا حق. لو ملناش حق يطلع حد من اتحاد الكوره دلوقتي يقول لي مالكش حق، وانا خلاص انا ارتضيت بامر الله ونلعب تاني، واحنا مش هنبطل كوره، نلعب قسم رابع ونصعد الموسم اللي جاي ان شاء الله، مفيش مشاكل. لكن النهارده قدام جمهورنا وقدام على الاقل قدام الناس عندنا في 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 بلدنا مدينه حوش عيسى مدينه محترمه ومدينه عريقه واخرجت كوادر كبيره رياضيه وسياسيه، لازم نكون على قدر على مقدر مخاطبه العقول. يعني ما ينفعش النهارده واحد يحكم عليا بالهوى عشان هو تابع لمنطقه كفر الشيخ كابتن احمد مجاهد يصعد مركز شباب اللي على حسابنا. لو هو شايف ماليش حق يطلع دلوقتي،
يا اما دلوقتي احنا بنطالب الوزير المحترم بتشكيل لجنه للتقصي في حقائق في هذا الموضوع، تكون مشكله من احد اعضاء الاتحاد المحايدين او من بعض الشخصيات المحترمه الرياضيه، عشان ناخد حقنا على الهوا كده يا دكتور ايهاب. وانت طبعا عارف ان مركز شباب حشيشه يعني اخرج نجوم كبار في حشيشه، منهم جده وامثال كابتن عزمي ريتم كان عضو سابق في الاتحاد المصري لكره القدم. واحنا برضو يا كابتن بنطالب الاتحاد المصري برئاسه الاستاذ جمال علام، يا ريت يكون سامعنا دلوقتي ويدخل معانا في المداخله دلوقتي، ان احنا هبوطنا والالتماس المقدم للجنه الرئيسيه للاتحاد اللي هيبات فيها يوم الاثنين، صوره انعقاد اللجنه يوم الاثنين. الدوري بدا يا دكتور ايهاب بقى له كام اسبوع؟ 3 اسابيع، والاسبوع الرابع هيتلعب يوم السبت، وانا مش عارف حقي ومش عارف انا قسم ثالث ولا رابع. اقول انا حاجه ولا ما اقولش؟ اتكلم؟ والله العظيم انا زهقت، انا زهقت. ليه بنسيب نفسنا للخيل والقال في الاتحاد المصري لكره القدم؟ ادي جدول، انا عايز حاجه من اتنين، عاوز حاجه من اتنين، عاوز دلوقتي مهندس احمد مجاهد الصديق العزيز الراجل محترم، او السيد مصطفى عيسى اللي بيرأس لجنه المسابقات في كفر الشيخ وبرؤوس السنه ده ايضا، يقول لي الجدول ده مظبوط ولا مش مظبوط. مظبوط يبقى الناس دي لها حق، مش مظبوط يبقى شكرا وملكش حق وتلعب قسم رابع. صح ولا انا غلطان؟ بالظبط، انا بتفق. هو بيقول لي بلطيم في اما تساوي كلك في 25 نقطه لجأنا الى الجدول اللي بيتعامل ما بينهم كله. بلطيم 9 نقاط له 8 اهداف عليه 4، حوش عيسى 4 نقاط له 3 وعليه 4، اللين 4 نقاط له 3 وعليه 6. الجدول ده يا اهل الخير يا محترمين يا اللي فوق راسنا من فوق، مظبوط ولا مش مظبوط؟ مره ثانيه، مظبوط يبقى الناس دي لها حق، مش مظبوط شكرا العب في القسم الرابع. الدوري بدا بقاله 3 اسابيع وبيلعبوا في الاسبوع الرابع، لو هو له حق هيلعب امتى؟ حاج سمير موسى كان معايا هنا الاسبوع اللي فات، له حق اللي هو يصعد في القسم الثاني، واقول له حق، ورغم كده ما كانش لسه لا لاعب في القسم الثاني اللي هو فيه الاسبوع الخامس، لعب النهارده وهنقول نتائجه في الفقره الثانيه بالتفصيل، ولا كان لاعب في القسم الثالث، لاعبوه مباراتين اثنين ورا بعض عشان يلحق. اللي عجبني قوي اللي سير جمال علام يقول له لك حق، مهندس ايهاب ليطا يطلع لك حق، الشيخ قصدي الكابتن حماده المصري يطلع لك حق. يا سيدي حقكم عليا كلكم. انتوا اللي لكم حق واحنا مالناش حق. طب هو له حق، فين حق؟ لجنه التظلمات تتعامل، ده دوري بيبتدي لازم ابت في الامور دي كلها قبل بدايه المسابقات. هو بيقول انا ليا حق في القسم الثالث قبل بدايه مسابقات القسم الثالث، والراجل قدم التماسين اثنين زي ما قال لي، واحد بتاريخ 14/8 والثاني بتاريخ 27/22/9، وكل مره يدفع 5000 جنيه واحنا عارفين الانديه دي بتعاني ازاي، مفيش مصاريف. هرجع تاني اكمل مع اتحاد الكوره، هاخد الاستاذ والحاج عاصم الحاج فوزي بيده تمام يكلمنا على نادي بهيج، ومعايا الحاج عاصم مرشد الراجل المحترم لانه عارف يجيب حقه من اتحاد الكوره، من الاخر بات في اتحاد الكوره قعد ليل ونهار هناك وقال لهم انا موجود ليا حق ولا ماليش حق، ومستنداتي موجوده قدامي، لا هطلع من هنا على المحاكم ومنها للاتحاد الدولي لكره القدم، وقالوا لا ملوش حق الراجل ده ملوش حق، وفي الاخر طلع له حق. وفي الاخر يطلعوا الساده اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم، الو حاج عاصم احنا كنا معاك كويس جدا في اللجنه واحنا وقفنا جنبك واحنا اللي عملنا لك، لغايه ما طلع واحد محترم قال له لا يا حاج عاصم ورقك هو اللي كان سليم، مفيش حد فينا اتكلم عشان الانتخابات. حاج عاصم مساء الخير. مساء النور، ازيك دكتور ايهاب؟ كل سنه الله يبارك فيك. مبروك اليوم النهارده الفوز على فرقه الترجي 2-1، والفرقه بدات تمشي كويس الحمد لله. الحمد لله النهارده كده احنا واخدين 4 بونت في المباراتين اللي اخدناها، الحمد لله كده. ايه يعني المود بتاع الدرجه الاولى بدانا ندخله الحمد لله، وانت طبعا اعرف بالظروف اللي كنا فيها وان احنا مأيدين 18 لعيب بس لسه ان شاء الله تخطيط يعني باذن الله. والاول فبس على الدستور مع حضرتك. طبعا الحاج فوزي بيدا لسه هتكلم عن نادي بهيج. انا عاوزك، انت بقيت راجل خبير بقى في رفع الظلم وخبير في الوقوف في وجه جبروت الاتحاد المصري لكره القدم، تنصحهم تقول لهم ايه؟ انا يمكن اتكلمت مع الاستاذ صبحي قبل كده في الموضوع ده، وقلت له لازم اضغطوا على اللجنه لازم تنعقد. تمام. على حد يعملوا يسووه في الموضوع معانا عشان الدوري يبدا.
فاحنا ضغطنا على اللجنه يمكن قعدت ثلاث اربع ايام متواصلين بيتين في الاتحاد لغايه اللجنه من عقدت عشان تدينا حقنا. وعلى فكره اللي المبدا اللي بتبناه الكابتن احمد مجاهد ولا الضالين امين بيحاولوا يفرضوا بشتى الطرق سواء على الموظفين او الاعضاء، يعني فعلا انا مريت بالتجربه دي وعارف انه رايه بيفرض. فهو دلوقتي في انا عرفت من الموضوع انهم يسووا فيه انه اللجنه ما انعقدتش لغايه النهارده والدوري بدا. معلش انا ليا تظلم كالانديه اللي اتظلمت ديت معناتها الاصول اللجنه كانت تنعقد الاسبوع بعد الحكم بتاعنا مباشره لغايه النهارده ما انعقدتش. ليه؟ وعلى فكره المختص قانونا وفق الماده 42 من اللائحه النظام الاساسي هي لجنه تظلمات. ليه ما خلاش تنعقد؟ مع ان عادوا تشكيله بعد الجمعيه العموميه. وعلى فكره برضه عشان تصديقا لكلامي ان اتغير مقرر اللجنه اللي هو الحاج فوز غانم اتشال. اتغير ليه خير؟ الحاج فوز غانم اتشال من اتحاد الكوره؟ لا اتشال من لجنه التظلمات كمقرر لجنه التظلمات. وليه شالوه ليه؟ تولى ما الله يتعالى استفهام. لا انا انت راجل جريء يا حاج عاصم، انت راجل جريء. يعني على فكره هو يعني برضه احنا مش هنظلم الراجل. في ضغط عليه. ضغط من مين؟ من مين يا حاج عاصم؟ ضغط مين؟ احمد مجاهد طبعا. بص يا كابتن خلينا نتكلم بكل صراحه. كابتن احمد مجاهد طلع على الهواء برنامج تلفزيوني وقال صريح. كوم حماده مالهاش حق. تمام. وانا قلت له غصب عنك كوم حماده لها حق، بالقانون مش عافيه. وبالمستندات انا بقول لك اهو وما زلت لسه انا ورق معايا مزور، الورق اللي معايا لغايه تاريخ الساعه المحتفظ بيه للذكرى مزور. وهم ما حولوهوش زي ما قالوا النيابه العامه. في تزوير معنوي واضح وصريح. النهارده موظف لجنه المسابقات مجموعه 14 ده موظف عام او يعتبر طيب بوظيفه عامه. لما يكتب واقعه صحيحه بصوره واقعه صحيحه مزينه في ختم اتحاد الكوره اصبح ده وفق القانون المصري تزوير معنوي. تزوير في اوراق رسميه. ومعايا الورق اللي بيقول والورق وهو برضه اللي بيكتبه وطلعه مزور. فيعني انت بتتبنى فكره معينه على الهوا ليه؟ مصلحتك ايه تقول ان انا ماليش حق؟ طب انت قعدت معايا وهتشتري؟ مع العلم اقسم بالله وجود الاستاذ جمال علام وهو موجود او حيرد قال لك محمد الظلم. هو نفسه الكابتن هو الاستاذ جمال علام برضه قال كده للاستاذ صبحي قال له انتوا مظلومين. قال لي نفس الكلام. انا عاوز اشتكي لمين؟ اشتكي يا كابتن الاستاذ اب الشرع الانديه دي مين؟ حال الكوره مظبوط؟ انا الاصول ما اروحش لجنه التظلمات غير لما انت تقعد وتدريس لي وتقول لي لا انت مالكش حق انا متظلم من قرارك انما انت لغيت نفسك ليه؟ انت كاتحاد الكوره لغيت نفسك ليه؟ كل حاجه اقول لك على التظلمات يعني ما انت مديتك ايه؟ انا منتخبك ليه؟ ما انت تطور على حقي انا لو ماليش قول لي مالكش نطلع على التظلمات التظلمات قالت لي مالكش اقول لك سلام عليكم كده مالكش الاستاذ جمال علام ممكن يكون بس مشغول عشان انتخابات مجلس الشعب القادم معلش ما كلنا داخلين في المول انتخابات مجلس الشعب لكن كل واحد النهارده معلش تولى مسؤوليه دي امانه يا كابتن دي امانه. انا نقول رايي واقسم بالله انا ما هندخل مجلس اداره الاتحاد تاني. النهارده معلش طبعا انا اسال حضرتك سؤال هل حد في اتحاد الكوره كلف خاطره مده 60 يوم يقعد معايا ده اللي انا طلبته ويناقشني في مستنداتي؟ كابتن الكابتن حماده المصري قاعد معاه. اي انا ليك حق طب انا استفدت ايه؟ يعني انت استفدت ايه بتضحك عليا بتطبطب عليا بره كلكم وفي على برامج الاجتماعات ما تناقشوش الموضوع بتاعي ليه ما تناقشوش ليه؟ في الغرفه انا قلت لك على فكره انا ضد المبدا المجامله وبرضه للمره ال 20 نقول انا ما صعدتش عشان في بعض القنوات التلفزيونيه او بعض الناس اللي بتجرب طبعا على 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 الهواء اتحاد الكوره عشان لها مجاملات سواء صحفيين او ما حدش سمعني فوجئت بهم بقول لك انه جابوا محمد انا ما حدش مني اتحاد الكوره ما صعدنيش انه صعد لجنه التظلمات البشوات قالوا الاصول يراجعوا لائحه النظام الاساسي المعتمده بالاتحاد المصري اللي معتمده بالجمعيه العموميه والاتحاد الدولي شوف فيها ان المنوط بالتظلمات هي لجنه مشكله من خمس اعضاء يغلب عليها الطبع القانوني القضائي القانون البشوات ما راجعوش وانا واخد حكم. طيب حاج عاصم حاج عاصم انت كنت في المجموعه اللي فيها نادي بهيج. طبعا. وجهه نظرك ايه في مشكله بهيج؟ بص يا كابتن انا قلت الكلام ده في لجنه التظلمات بصراحه قلت الكلام ده هي انظلم بسبب كوم حماده. ليه؟ هم كانوا مصينين على ثلاثه نقط بصراحه. اللعيب عنده ثلاث انذارات انا ما بقولكش لا بس هم سكتوا عليهم وانا اتكلمت الكلام ده صراحه وهم كلموا لجنه المسابقات هم سكتوا على الثلاثه نقط لما احتاجوا الثلاثه نقط ويضغطوا على بهيج عشان تلعب ضد من وراه من نار شالوا الثلاثه نقط ده تهريج هو في مباراه ترجع باثر راجع اربع اسابيع انت بتتكلم ازاي يا كابتن؟ ما انا قلت له قلت له ازاي اربع اسابيع؟ الاصول لو عدى اسبوع وانت بتجتمع وما خدتش قرار ان في ثلاث نظام الموضوع انتهى. سؤال مباشر حاج عاصم حاج عاصم من يدير الاتحاد المصري لكره القدم الان؟ معروف يا كابتن مش مدير عشان برضه ما نظلمش ناس ثانيه هو المسيطر على كل حاجه او متواجد 24 ساعه 24 ساعه احمد مجاهد بالنقاش.
ده ما يا حاج عاصم ده ما يعيبش المهندس احمد مجاهد، راجل طب ما يا ريت الكل متفرغ زي المهندس احمد مجاهد يبقى موجود في اتحاد الكوره ويدير في اتحاد الكوره ويدخل كل شيء، امال الباقيين مش فاضيين ما يعيبوش بس يبقى يشتغل بما يرضي الله، ما يدرش بالهوى دكتور ايهاب، ما يدرش بالهوى يدير بالحق، هو مش بالهوى موقف شخصي ابني وبيحوش عيد يعني هو ليه راي على الهواء على الهواء. اتمنى 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 ان يكون معنا المهندس احمد مجاهد اللي انا شخصيا بحترمه جدا، لان انا عارف الراجل ده حافظ لقوانين كره القدم وعاشق للاتحاد المصري لكره القدم. يا ريت حضرتك يا باشمهندس مع احترامي الشديد، وانا عارف يعني ربنا عالم انا بحبك قد ايه، ولكن ادخل معانا قول لنا الجدول اللي قاله الاستاذ صبحي العطار ده سليم ولا مش سليم، او يدخل الحاج مصطفى عيسى يقول لنا ده سليم ولا مش سليم. ارجوك يعني ارفع عن نفسك وارمع عن نفسك هذه الاتهامات التي تلقى من العديد من الانديه، وانا اعلم مدى حب الكثير من اعضاء الجمعيه العموميه للمهندس احمد مجاهد. اشكرك شكرا جزيلا للسيد عاصم مرشد رئيس نادي كوم حماري. حاج فوزي منورنا. الله يخليك يا دكتور. انا اولا سعيد بالزي البدوي الجميل اللي حضرتك، الله يخليك، اللي انت متمثل بتراثك العربي ده شيء ينحط فوق راس الله يخليك، وتحياتي لكل القبائل العربيه اللي موجوده في برج العرب. الله يخليك يا دكتور، وانا بنقل لك تحيات جميع القبائل العربيه بغرب الاسكندريه. اشكرك، وانا سعيد جدا ان انت اديتني الفرصه ان انا اعرض مشكله نادي بهيج اللي هو مقالوش ظهر. هم مفكرين في اتحاد الكوره ان انتم صوتكم مش هيطلع، ولكن ده الصوت هيطلع قد كده في مصر كلها. السيد الوزير سمعنا، وخليكم انتم نايمين، خليكم يلا اللي فاضل انتخابات مجلس الشعب واللي في الكويت واللي في التلفزيون واللي هنا ولجان المسابقات. هتكلم انا دلوقتي عن منطقه الجيزه وعن المناطق ونبتدي بقى نفتح. يلا اتفضل حاج فوزي. الله يخليك. اولا احنا كان عندنا مباراه يوم 26/4 مع نهضه العمريه، تمام، وفزنا في المباراه ديت واتحسبت لنا 3 نقاط. بعديها ب 16 يوم اتبعت اخطار بناء على قرار لجنه المسابقات القسم الثالث يوم 12/5 بخصم 3 نقاط من نادي بهيج، مما ادى الى هبوطه للدرجه الرابعه. اولا احنا ما عندناش مانع زي ما قال الحاج عاصم ان احنا اتخصم منا 3 نقاط وعندنا لاعب واخد 3 انذارات، ما عنديش اي مشكله. بس هل اللجنه دي بتجتمع اسبوعيا؟ المفروض كل اسبوع يبعت للنوادي انت عندك اخذنا قرارات ايه؟ انما بعدها 16 يوم او 18 يوم عشان يجامل انديه معينه. وانا بقول على الهوا بيجاملوا انديه معينه. طيب استاذنك. ماشي اتفضل. ممكن يكون عندك خبره شويه بلجان المسابقات. الاسبوع اتلعب بنجتمع كلجنه مسابقات بهيج على العمريه 1-0 تعتمد النتيجه. صح كده؟ تمام. وبنشوف اللعيبه اللي عندها انذارات قبلها وبنبلغكم بكل حاجه. تمام. طيب لعبت انت وبشوف الحكم بيبقى في السكور بتاعه السكور شيت كاتب كل حاجه. اعتمدت النتيجه. ايه اللي يخليني بعد 16 يوم بعد 16 يوم ارجع تاني في النتيجه؟ ما مجموعه اسكندريه دي كانت بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح حاجه تفرح. اتفضل. ثانيا المباراه اللي هي اللي فيها اللاعب واخد 3 انذارات كان عندنا لاعب اتخبط في الماتش وبلع لسانه ولولا الحكم الرابع وانا بشكره على الهوا هو اللي انقذ حياته من الموت. وبال حضرتك فطبعا اللعيبه انهارت والجهاز الفني وبلغوا الحاج عامر حسين بالتليفون الغي المباراه. لا 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 استناني، ومال الحاج عامر حسين؟ هو رئيس لجنه المسابقات القسم الثالث؟ اه لا ورئيس ورئيس نادي سبورتنج. يا احنا مالنا لا هي المباراه كانت مع سبورتنج. لا ثواني، المباراه مع سبورتنج، هو مش رئيس نادي سبورتنج. الحاج عامر مش رئيس نادي سبورتنج. ابنه بيلعب في نادي سبورتنج، والحاج عامر بيشارك لجنه مسابقات في القسم الثالث اللي هو القسم الاول. تمام، انتوا عندكم رئيس لجنه موجود في اسكندريه. احنا بلغنا الحاج عامر حسين بالتليفون اولا ان هو يلغي المباراه. لا لغى المباراه واصر ان المباراه تكمل واللعيبه انهارت واللاعب خدوه للمستشفى وقعدوا. المفروض ان هي برضه مباراه تتلغى، خليها تتحسب على بيج 2-0. احنا مش عايزين نتيجه المباراه اللي هي قبل نهضه العمريه اللي هو اللاعب عندك بلع لسانه. بلع لسانه، فانتوا حبيتوا تلغوا المباراه. نلغوا ما راحتش. كانت النتيجه كام؟ النتيجه كانت 0-0 تقريبا في تمام قبل الماتش ما يخلص، وانتهت بهزيمه بهيج. ما عندناش مشكله يعني. واخد بال حضرتك؟ فنرجع برضه للثلاث نقاط دول ديت بيجامل نادي معين بعد ما احنا خلاص اتاكدنا ان احنا موجودين في الدوري الدرجه الثالثه. مش احنا اللي ساقطين،
في انديه ثانيه. جه القرار يوم 12/5. اقرب انا كده مع الساده المشاهدين اقول لهم ايه اللي كان بيحصل برضه من حسب فهمي اللي الواحد بيتابع. طبعا كان كوم حماده وفاركو اللي كانوا بيتنافسوا على قمه المجموعه. انت بتقصد ان هم كانوا بيجاملوا، انت كان عندك مباراتك الاخيره مع كوم حماده. فهم عايزين كوم حماده ما يصعدش، عايزين فاركو اللي يصعد تماما. فعشان كده ضغطوا عليك بهزيمتك والغاء النتيجه لك عشان تلعب مباراه مصير حياه او موت مع كوم حماده. صح كده تحليل؟ يعني خليني اقول ايضا الزملاء في الاعداد بيبلغوني، بيتصلوا اكثر من مره بالمهندس احمد مجاهد وايضا بالاستاذ مجدي المتناوي، ولكن لا حياه لمن تنادي. ارجوكم ارجوكم احنا كلنا في مركب واحد، ما تزعلوش مننا لما بنضغط في النقد شويه وبيبقى نقد لاسع. ده كله لخدمه الرياضه المصريه في المقام الاول وفي المقام الاخير. انتم على العين والراس، اصدقاء اعزاء، لكم مكانه في قلوبنا جميعا. لكن العمل العام شيء والصداقات شيء اخر. حينما ننتقد فاننا ننتقد من اجل مصلحه الرياضه المصريه، من اجل مصلحه الغلابه اللي موجودين معانا، اللي ما لهمش صوت، اللي هم بيمثلوا قطاع وشريحه كبيره جدا من ابناء الشعب المصري، في حوش عيسى او في بهيج. الناس القبائل العربيه لهم حق علينا، حوش عيسى لا حق علينا. فانا كل اللي بطلبه ان انتوا حضراتكم تطلعوا معانا يا جماعه، الناس دي ما لهمش حق خلاص وريحونا، او الناس دي لها حق وحقهم حرج. ده اللي انا بطلبه مع احترامي الكامل لكل المنظومه المتواجده داخل الاتحاد المصري لكره القدم. اتفضل يا حاج. سنين احنا دفعنا يوم 28/8 5000 جنيه للتظلم. ويوم 1/10 5000 جنيه تظلم ثاني. 10000 جنيه للتظلم. المفروض ان هو يعني التظلم ده مش محتاج وقت يا دكتور، انت عارف. ده المفروض على طول. 1/10 النهارده 23/10. 23 يوم مفيش لغايه ان طيب التظلم الاول بتاريخ 25/8 في قرار 28/8 اترفض يا دكتور. اترفض وده اتقبل ولسه ما اللجنه لسه ما اجتمعتش. يعني لا، لجنه التظلمات اجتمعت وقالت ان انتم مالكوش حق؟ اترفض نظر اساسا المشكله. يعني من الاول نظر المشكله. تمام. والتاني تاريخ 1/10 ولغايه دلوقتي لسه ما اجتمعتش اللجنه. ثانيا احنا في فاكس جالنا امبارح ان الدوري الدرجه الرابعه هيلعب يوم السبت. انا بطلب ان تاجيل مباراه نادي بهيج لحين البت في التظلم. اتاجل مباراه زينا زي اي الانديه اللي مقدمه تظلم كلها. يعني والوحيد منطقه اسكندريه هي اللي هتبتدي يوم السبت، والباقي على مستوى الجمهوريه في نص نوفمبر نص 11. معلش حاطه كلامك، معلش الزملاء في الاعداد يتعبوا معانا شويه. لو المهندس احمد مجاهد او السيد مجدي متلام ورد تشوفوا لنا السيد جمال علام او اي اخ فاضل محترم مبجل من الاتحاد المصري لكره القدم، ويا ريت ايضا السيد مصطفى عيسى رئيس لجنه المسابقات اللي في كفر الشيخ اللي عندها مشكله حوش عيسى يقول عندهم حق ولا ما عندهمش حق. اتفضل يا فندم. اتفضل لحضرتك. فاحنا بنطالب تاجيل مباراه نادي بهيج لحين البت في المشكله. لينا حق ماشي، ما لناش حق مش مشكله، واحنا مش هنسيب حقنا. لو لينا حق مش هنسيبه. بمعنى ان احنا هنرفعه قضيه مجلس الدوله. هناخده حقنا باي طريقه شرعيه. لان هم عشان احنا ملناش ظهر في الدوله زي باقي الانديه دي مالكوش ظهر. انا بقول لحضرتك الوطن المصري محترم على ارض مصر لك كافه وكامل الحقوق. يا دكتور انا بقول اللي انا بشوفه. وبقول لحضرتك احنا هنرفع قضيه اي طريقه شرعيه هنتخذوها، بس ما يتجمش على حسابنا. ما كلمتش حد من اتحاد اتحاد الكوره؟ نائب رئيس النادي بيكلم الاستاذ لهاب الهيضه. اتصل بيه تليفونين وكان حضر الجمعيه العموميه، وفي مذكرات هنا اي معموله وتقدم لاتحاد الكوره تظلمات. ما فيش حد. مهندس قابل هيطلع لي ربنا سهل، قدم التظلم بتاعك في لجنه التظلمات بره. طيب حضرتك وكل اتحاد الكوره عنده علم بالمشكله. قول لي ايام الانتخابات ايه اللي بتم؟ بيقول لكم هناك بهيج؟ احنا جالنا يعني مش كلهم بعضهم. ومجلس الاداره اتخذ قرار بانه صوته للقائمه دي برئاسه الاستاذ جمال علام. خد بال حضرتك. وكنا معاهم في الانتخابات. لكن ما شفناش حاجه، يعني احنا ادينا صوتنا في الانتخابات وادي النتيجه. لو الزمن رجع بك تاني هتعمل ايه؟ مش هياخد صوتي. مجموعه كلها. لو هطلع واحد اثنين مش هدي صوتي للناس دي. خالص. يعني انتخبت انا كان عندي امل ان المجموعه دي هتعمل حاجه لاتحاد الكوره وهتعمل حاجه لينا احنا كانديه غلابه. هي اول ما جت على الانديه الغلابه.
بسبب الانديه اللي ليها نفوذ في اتحاد الكوره وجت على انديه الغلابه. ولو رجعت الايام تاني مش هياخدوا صوتنا نادي بهيج، ودي على مسؤولي الشخصي. طيب بصفتك بتمثل القبائل العربيه، ليه ما اتحدتش مع الحاج سعد ابو صندوق في الرجاء، مع الضبعه، مع ميدو، مع الترجي، مع الحاج عطيه، مع الحاج شريف شندي وانديه عادل رسلان، الحاج عادل رسلان ونور رسلان، وعملته جبهه يبقى لكم ضغط لوبي من الاخر بقى. انا بقول لك من الاخر واضغط معاك 15 صوت ولا تضغط صوت يلا. الحاج سعد صندوق عنده علم بالموضوع دوت، وراجل بنشكره على هو انه وقف معانا. والكابتن ميدو انا كلمته شخصيا وضح لحضرتك وقال لي انا عندي علم بالمشكله ديت وربنا يسأله واعمل وقف معاكم. وضح لحضرتك كلهم عندهم علم بالمشكله ديت، انما ما اكذبش ما عملناش لوبي عشان نضغط، او احنا ورقنا لو سليم ماشي، مش سليم ما عندناش اي مشكله، بس احنا شايفين الظلم بعيننا ان احنا اتظلمنا. لو احنا ما اتظلمناش كناش جينا ولا عملنا ورقه ولا كلفنا 10,000 جنيه عشان نعملوا تظلمات. خد بال حضرتك، واحنا بنطالب من خلال برنامج سيادتك احنا عايزين حقنا. انا بطالب سياده الوزير خالد بيه عبد العزيز وبعمل شكوى على الهواء للسيد المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. احنا عندنا مشاكل كتير مش بالكوره بس، غرب الاسكندريه غرب الاسكندريه عندي مشاكل كتير لو قعدت اتكلم فيها ممكن اقعد 3 حلقات. فانا بعلن بلاغي للسيد رئيس الجمهوريه. احنا كفايه ظلم، احنا ظلمنا كتير. يعني حاجه بسيطه الكوره ديت، فاحنا مظلومين في حاجات كتيره. واخد بال حضرتك؟ فيعني ما جاتش على النادي يعني. يعني ولو ما لناش حق ما مش هنتكلم. افتحوا تليفوناتكم، افتحوا تليفوناتكم وردوا علينا، ردوا علينا يا محترمين، ردوا علينا يا افاضل، ردوا علينا يا اصحاب القرار الاتحاد المصري لكره القدم. وكمان اهوت الاستاذ جمال علام ما بيردش لا حتى لما تنادي. والله قسما بالله لهم حق الانديه، لهم حق ان هم ما يستقبلوكوش لما يبقى في انتخابات وهتروح تترك، ممكن لا تمام. فانا عايز الاستاذ جمال علام، الراجل ده يعني صدره رحب شويه وبيسمع، وبيسمع النقد بصراحه وبيستجيب. فكل ما اتمناه ان الاستاذ جمال علام يرد علينا دلوقتي ويسمع شكوى الناس دي اللي هم ادوله ثقته وقالوا له احنا بنديك صوتنا كرئيس الاتحاد المصري لكره القدم، يعني انت الاب الشرعي للكره المصريه الان. فلما كنتش حضرتك تجيب لنا حقنا مين هيجيب حقنا؟ كابتن صبحي دكتور، شايف الدنيا هتمشي بيكوا خلال المرحله اللي جايه؟ احنا طبعا منتظرين يوم 27/10 للبت في التظلم بناء على الفاكس الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم. طبعا احنا اتكلمنا مع احد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وان شاء الله موجودين في الاتحاد يوم. مين اللي اتكلمتوا معاه؟ مع الكابتن مجدي المتناوي، ده الوحيد اللي بيرد عليا بصراحة. محترم، الناس كلها بتقول كده والله. الكابتن مجدي الراجل ده الوحيد اللي بيرد عليا، وبرضه بشكر الكابتن سيف زاهر. الراجل برضه دخلني بمداخلة على قناة الحياة وهو أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. والأستاذ خالد لطيف قال لك لكم حق؟ طبعًا، واتعرض على الهواء. لا طب في مداخلة تليفونية. الموضوع في اللجنة الرئيسية تم استبعاد حوش عيسى لأن للإبقاء على شباب الليين. عشان حوش عيسى لما تخش التظلمات يبقى لها حق تاخده تطلع بقرار، يبقى خلاص تم إضافة حوش عيسى للقسم الثالث والإبقاء على شباب الليل اللي لعبت 4 أسابيع في دوري القسم الثالث في مجموعة كفر الشيخ. دلوقتي التظلم الأول تم رفضه شكلا وليس موضوعا. يعني عشان تبقى بس حضرتك معايا في الصورة، إن التظلم الأول اللي تم التقدم به لاتحاد الكورة اللي كان في لجنة التظلمات اللي كان فيها اللي هو عبد المنعم الحاج والحاج فوزي غانم، بعد التظلم ما اترفض شكلا، كان في جماعه عموميه واحنا قعدنا فيها واتكلمنا مع احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد الكابتن حسن فريد والاستاذ خالد لطيف والاستاذ سيف زاهر، وعرضنا موضوعنا وما كانوش يعرفوا حاجه عن الموضوع بصراحه، والاستاذ جمال علام ما كانش يعرف حاجه عن الموضوع.
ما تضحكنيش بامانه والله عشان خاطر ما تضحكنيش. انا بقول لك والله يعني ايه ما يعرفش حاجه عن الموضوع؟ والله ما كان يعرف حاجه عن الموضوع، كان يعني حاجه بالنسبه له مفاجاه. الموضوع ده مش يعني ما يعرفوش ان في نادي اسمه حوش عيسى؟ يعرف طبعا اكيد، وانا حوش عيسى غنى عن التعريف وانت عارف ده اللي انا عايز اقوله. ده اللي انا عايز اقوله، حوش عيسى غنى عن التعريف وعارق ومعروف ان حوش عيسى موجود في القسم الثالث بعد نهايه المسابقه واللجنه الرئيسيه. عشان ده تبقى مصيبه لما رئيس الاتحاد واعضاء بحجم سيف زاهر وخالد لطيف وقلت لي مين كمان؟ والكابتن خالد لطيف والاستاذ جمال علام والكابتن مجدي المتناوي والكابتن حمد المصري. ان في مشكله يعني ده فاضل مين في الاتحاد؟ فاضل المهندس حسن فريد، المهندس محمود الشامي، قابلنا والله احمد مجاهد، قابلنا يوم الجمعيه. لما يبقوا دولك كلك مش عارفين يبقى مين اللي عارف الاتحاد المصري كره القدم؟ ده ودخل السيد رئيس مجلس اداره مركز الشباب عندنا المهندس ايمن عزت، طبعا ده راجل محترم والله، يعني محترم ادي له حقه على الهوا كده. عامل من مركز شباب حوش عيسى باكوره انشاءات بامانه ربنا، يعني حاجه مركز الشباب الاول على محافظه البحيره برئاسه المهندس ايمن عزت الراجل المحترم، ومش باخل باي جهد على الفريق ولا على المركز شباب، وكله بالجهود الذاتيه. ومن هنا من خلال منبركم المحترم بنوجه شكر ليه للمهندس ايمن عزت. طيب وطبعا في حاجه بس يا دكتور ايهاب، ان الكتيب بتاع اتحاد الكوره اللي هو نازل للسنه دي مع احترامي جايب مواجهات المباشره بين الثلاث فرق، مش جايب الاهداف، يعني دي حاجه يعني تخش بقى يخشوا بقى التاريخ. انا بهدها لهم على الهوا الجدول الثلاثي يكون بالطريقه دي مش بالطريقه اللي هم عارضينها حضرتك. شو قدام الكاميرا انا هقرا لكم دي حاجه للتاريخ بس يا مجلس اداره الاتحاد اللي موجود بالتفصيل. جايب مواجهات النادي بارتين مركز شباب الين حوش عيسى فقط، لعب 4-4-4، فوز 3-1-1، تعادل 0-1-1، هزيمه كذا، النقاط نادي بارتين 9، شباب الين 4، حوش عيسى 4. طيب ما 4-4 ما تشوف بقى الاهداف، الحسم في الاهداف، الاهداف نظرا للتساوي مركز شباب الين ومركز شباب حوش عيسى في عدد النقاط 4 لكل منهما، فتم الرجوع الى مواجهتهما معا كالتالي. الدور الاول مركز شباب حوش عيسى في مركز شباب الين 0-2، يعني انتوا كنتوا مغلوبين 0-2. الدور الثاني مركز شباب الين مركز شباب حوش عيسى 0-0. يبقى هم لجأوا برضو، انا يعني عشان برضو انا مش عارف ده قانون ولا لا، عشان كده بقول يا ريت المهندس دي لائحة يا دكتور، يعني قول لي لائحة دي صح ولا لا؟ حافظينها. فهو دلوقتي لجأوا للقاء المباشر، طالما هما الاثنين اتساووا في 4 نقاط، قال لك يبقى شباب الليين في اللقاءات المباشرة هي اللي فازت على حوش عيسى في اللقاء الأول 2-0، وفي اللقاء الثاني تم التعادل، وبالتالي يبقى يصعد على طول. لكن اللي أنا أعرفه اللي هما 3 أندية بتحسب عدد النقاط تمام، وبعد كده الأهداف. ده اللي انا اعرفه، اذا كان في تغيير في اللائحه يبقى ده حاجه تانية، وده الموقف برضو عشان نبقى ادينا اتحاد مصر لكره القدم ده اللي طالع في الكتيب اللي موجود عندهم. خلوني يعني برضو عشان لو حد جانا على التليفون، لو حد يعني حن علينا ومن من علينا من علينا من الساده الافاضل يقول لنا برضو في منطقه الجيزه المناطق، انا هبتدي افتح في الموضوع المناطق شويه ما تزعلوش. منطقه الجيزه عاوز اسال سؤال للعلم، هل المدير التنفيذي بيبقى له هو مدير متفرغ يعني ما يحقش له العمل في جهه ثانيه، ولا ممكن يعمل في المنطقه ويعمل في حته ثانيه؟ المدير التنفيذي بيتقاضى 6500 جنيه. اللائحه المعتمده من الشباب والرياضه بتقول هم 6000 جنيه بس، زودوا 500 مش مشكله، لكن اللي عندي اللي هو مشرف على النشاط الرياضي في ناديين اثنين، الجزيره ودريم. في الجزيره ودريم، وبالتالي يبقى مش متفرغ. يا ريت برضه الساده الافاضل لو ردوا علينا يقولوا لنا حكايه منطقه الجيزه ايه؟ وحكايه الاستاذه رشا اللي موجوده في المنطقه بتتقاضى 1500 جنيه وهي اصلا تفتيش مالي واداري في المديريه، يعني تفتيش مالي واداري في مديريه الشباب والرياضه بالجيزه، وفي نفس الوقت موجوده في المنطقه بتتقاضى 1500 جنيه، هتفتش على مين؟ فتش على المنطقه من المديريه على المنطقه اللي انت بتشتغلي فيها بتاخد 1500 جنيه؟ قولوا لنا القصه. حد يقول لي حكايه مدير المنطقه اللي بيشرف على النشاط الرياضي في نادي الجزيره وفي نادي دريم، والحاجه الثانيه الاستاذه رشا اللي بتتقاضى 1500 جنيه وهي اصلا موظفه في التفتيش المالي والاداري في مديريه شباب والرياضه في منطقه في الجيزه. قولوا لنا الحاجات دي، ده ضرر. انا مش عارف، ما انتوا مش قادرين تدخلوا على التليفون. عاوز اسمعكم كلام جميل، خلوني اخد ايضا على تليفون دلوقتي كابتن مصطفى ابو عمر يقول لنا نتائج القسم الثالث والحاجات اللي فيها، عشان بعد الفقره دي ان شاء الله على طول عندي نتائج القسم الثاني، المباراه اللي تم اللي انتهى منها في تمام الخامسه النهارده نتائجها بالتفصيل هتكون معانا، ومعانا 7 مباريات هننقل لكم الاهداف بتاعتها. عندنا ماده دسمه جدا، هيكون معانا كابتن محمد جنيدي لاعب غازي المحله ونادي الزمالك السابق والمدير الفني السابق لكم حماده، وايضا كابتن ابو بكر فوده المدير الفني لنادي الشرقيه للدخان.
وكلام هيبقى يعني بالصوت والصوره من الملاعب المختلفه. كابتن مصطفى مساء الخير. مساء الخير يا دكتور ايهاب، اهلا بحضرتك وبالساده ضيوفك الكرام. اخر ما لديك. بالنسبه لنتائج الاسبوع الثالث في دوري الدرجه الثالثه والمشارك فيه طبعا 118 نادي ومركز شباب وجمعيات، يعني حوالي 60 نادي 20 شركه 34 مركز شباب اربع جمعيات شبان مسلمين. تم تقسيمهم الى 9 مجموعات، الثلاث المجموعات الاولى بتاعه الصعيد وهي نتائجها كالاتي: في المجموعه الاولى اللي بتنظمها منطقه هنا فوز سكر ادفو على جمهوريه دراو 1-0، مركز شباب ادفو تعادل 0-0 مع نادي جرجه، فوز الغردقه على قفط 1-0، فوز مكة على السلام بإسنا 2-1، تعادل عمال فرشوط مع البلينة 2-2، تعادل الحصايا مع إنا 0-0، فوز وادي النيل على شبان الغردقة 2-1. ده بالنسبة للمجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي بتنظمها منطقة أسيوط، فوز العسيرات على أبنوب 1-0، تعادل أبو تيج مع الوادي الجديد 0-0، تعادل شبان الخارجة مع شبان المراغة 2-2، فوز الوالدية على هلال طهطا 2-0، فوز بيروت على منفلوط 2-0، فوز صدفة على البداري 1-0، فوز شبان أسيوط على أخنين 3-2. المجموعة الثالثة اللي بتنظمها منطقة بني سويف وفيها أندية الفيوم، فوز شباب ببا على شباب ناصر 2-1، فوز شباب الفيوم على سنورس 1-0، تعادل ملاوي مع مطر طارس 0-0، فوز شباب قسطى على شباب العدوى 2-1. المجموعة الرابعة بتنظمها الجيزة، فوز اسكو على شبان طوخ 2-0، طبعا حضرتك عارف ان اسكو كان بيلعب في الدوري الممتاز قبل كده. فوز نادي كوكاكولا على كفر شكر 5-0، فوز عرب الرمل على شباب زفت 4-0، فوز كفر الشيخ ابراهيم على ميت خلف 2-1، فوز القناطر على المرج 1-0. المجموعة الخامسة بتنظمها منطقة القاهرة، فوز البنك الاهلي على الصعيد 2-0، فوز بولاء على الماظة 2-1، تعادل الأميرية مع التصنيع 2-2. بالنسبة للمجموعة السادسة اللي بتنظمها منطقة السويس اللي هي منطقة القناة، فوز الرباط على أبو كبير 4-1، فوز أسمنت السويس على فقوس 2-0، فوز كفر صقر على بلدية الإسماعيلية 1-0، تعادل القناطر مع بلبيس 1-1، تعادل غزل السويس مع غزل بورسعيد 1-1، تعادل شباب النوبة مع أبو خليفة 0-0. المجموعة السابعة وبتنظمها منطقة دمياط، تعادل المطرية مع بني عبيد 3-3، فوز ميت غمرة على شباب أجا 1-0. المجموعة الثامنة اللي بتنظمها كفر الشيخ، تعادل سمنود مع تحرير صوبة 1-1، تعادل سيدي سالم مع أحافة 1-1، تعادل شبرخيت مع زفتة بنفس النتيجة 1-1، تعادل بيلا مع شباب إلين 1-1، شباب المحلة يتعادل مع الصنطة 0-0، تعادل الزعفران مع تسوق 0-0. المجموعة التاسعة والأخيرة اللي بتنظمها منطقة البحيرة، فوز الترام على شباب بدر 1-0، فوز رشيد على شباب التلينجات 1-0، تعادل ابو المطامير مع مطروح 0-0، تعادل سبورتنج مع المنتزه 1-1، تعادل اسكندريه البترول مع الزهور 0-0، فوز عصمصون على المحموديه 2-1، ولا ننسى ايضا فوز الحديد والصلب على السيده زينب 2-1، وده كان قبل كده حضرتك عارف انه كان بيلعب في الدوري الممتاز، واخيرا تعادل حلوان مع اسيم 1-1. شكرا جزيلا كابتن مصطفى ابو قمر. يعني زي ما قلنا لكم في كل الملاعب هنكون موجودين معانا طبعا. مباراه ابو المطامير ومطروح الكابتن فتحي خليفه الحكم وكابتن شوبير شكره من هنا، وكان نفسنا اتحاد الكره برضو اللي هو انقذ لاعب ابو المطامير، وعلى فكره ابو المطامير بيترأس المركز الشباب هناك الزميل العزيز هنا معانا كابتن مدحت السيد اللي عامل طفره كبيره جدا، وهيبقى له ان شاء الله يعني نصيب خلال الايام القادمه مع مطروح طبعا الحاج حمد فرج اللي برضو عامل مجهود كبير جدا في مطروح. سريعا المنافسه هتكون شرسه بين رشيد والترام ومركز بدر على مجموعه البحيره في على المركز الاول. نادي رشيد ماشي كويس، كسب ثلاث مباريات، اول ثلاث مباريات نادي بدر كسب اول مباراتين خارج ملعبه، المباراه اللي في ملعبه اللي مع الترام اللي فاتت دي خسرها. فيمكن تكون يعني انا الاستاذ حسين ربيع يعني ما يكونش المباراه دي تاثر عليه في حاجه ويشد حلو المباراه اللي جايه ان شاء الله، ويحاول يشد شويه ويلحق بالقمه ان شاء الله مع نادي رشيد والفريقين من البحيره من عندنا، ورئيس نادي رشيد القبطان عطيه ابو خليل راجل محترم والاستاذ حسين ربيع يعني شخصيه كويسه ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم باذن الله. خلوني في القسم الثالث ايضا، مركز شباب ميت الخولي التابع لدمياط عنده مشكله، عنده ملعب يعني قالوا لي ان هو ملعب كويس جدا وصالح لاستقبال المباريات، لكن الامن هناك رافض استقبال المباريات على مركز شباب ميت الخولي، وبيلعبوا في القسم الثالث على ملعب نادي الزرق، بيأجروا الملعب ب 3000 جنيه في المباراه. طبعا الانديه دي يا جماعه نساعد الانديه، اللواء ابو بكر الحديدي مدير امن دمياط من الشخصيات الرائعه
اللي عامله طفره كبيره جدا في المجال الامني في محافظه دمياط. فانا بناشد سياده اللواء ابو بكر الحديدي من خلال برنامجنا هنا نظره لمركز شباب ميت الخوري، خلوهم يلعبوا على ارضهم طالما ان الاستاد جاهز لاستقبال المباريات عشان نخفف عن كاهلهم الفلوس اللي بيدفعوها. مفيش حد رد من اتحاد الكوره يرد عليه؟ ما احنا عشان لنا حق، لو ملناش حق كان قال لك لا ملوش حق، وكان طلع اكتر من واحد رد علينا وقال لك لا حوش عيسى ملهاش حق، وان الموضوع بتاعهم ده وهم جايين النهارده عندك في الاستوديو او في البرنامج يقول لك احنا لنا حق. لا ملهمش حق، النهارده احنا لنا حق، ما حدش هيرد عليك طبعا. لان الاستاذ مصطفى عيسى في بدايه بعد انتهاء المسابقه لما تسوينا احنا ومركز شباب حوش عيسى واللين وبلطيم في النقاط في عدد واحد، تم تبلغنا من الاستاذ صبح الشواط في مقرر منطقه كفر الشيخ والحاج عبد العليم الفار اللي هو عضو لجنه مسابقات كفر الشيخ وقال لنا انتم موجودين بالمواجهات المباشره الثلاثيه بعد عمل الجدول هتبقوا انتم في المركز الثاني. وبعد كده غيروا كلامهم وبعتوا التقرير المرسل من منطقه كفر الشيخ دون مناقشته ولم يستدعى اي عضو من منطقه كفر الشيخ، تم ارسال التقرير مباشره على الاتحاد. يجب على اللجنه الرئيسيه برئاسه المهندس ايهاب ليطه ان تراجع كل هذه الاوراق وان تعطي كل ذي حق حقه، واحنا دلوقتي ما بنطالبش غير بحقنا مش اكتر من كده. انا لو انا وبلطير انا لو انا وقلين متعادلين في النقط 25 25، لا انا مش جاي، هو كسبني في ملعبه 2-0 وتعادلت معاه في ملعبه 0-0، خلاص مواجهات المباشره في صالحه. لكن ثلاثيه ده حاجه تانية، ده موضوع تاني، ده بند وده بند. اللائحة بتنص على كده، على كده اذا تساوى فريقين يتم الاحتكام للمواجهات المباشره فيما بينهم، مش ثلاث فرق، ثلاث فرق يتم عمل جدول. والجدول بيمس واحد فارق النقاط، اتعادلنا فارق الاهداف ليه وعليه. سامعين يا جماعه ولا ما انتوا سامعين؟ سامعيننا؟ يا ريت. في حاجه يا دكتور ايهاب، يعني معلش احنا من شهر 7 واحنا بنتكلم في هذا الموضوع، والنهارده احنا في 27/10 يوم الاثنين القادم، من شهر 7 اكتر من 3 شهور في تظلم لفريق قسم ثالث، وحضرتك ما انتش عارف الناس عندنا في مدينه حوش عيسى يعني جماهير كبيره، مركز شباب مش نادي وليه شعبيه مشهر من سنه 1976. ما فكرتوش تاخدوا الناس تروح تحت؟ انا ما بحرضش، احنا والله فكرنا ولكن مش عاوزين ده الاسلوب اللي نتبعه في الدوله. مش كل واحد ليه حق ياخد مجموعه، احنا عندنا محترم، كلام محترم، مش عاوز انا مش عاوز يبقى ده الاسلوب. البلد مش ناقصه يا دكتور سلام، البلد احنا بنخاف على بلدنا والله. والله العظيم بنخاف على بلدنا، احنا اهم حاجه عندنا البلد، مش عاوز ناخد مجموعه شباب ويروح عند الاتحاد يحصل تقصير يحصل ضرب يحصل حاجه. مش عشان خاطر مش دي الكوره، احنا عاوزين الكوره تكون روح رياضيه وتعارف. رساله جميله، احنا عاوزين الكوره والله العظيم. ده اسلوب، وخد بالك ده اسهل اسلوب عندنا في حوش عيسى ان انا نتظاهر او لا، بس احنا خلاص احنا في دوله قانون، في دوله قانون. انا بنطالب بتطبيق اللوائح، لو ليا حق ادهولي، ماليش حق قول لي مع السلامه، العب قسم رابع مفيش مشاكل. انا بقالي 10 سنين العب قسم رابع. قال ابو هنا من دوله القانون لساكسونيا في اتحاد المصري بالظبط. احنا عاوزين ايه دلوقتي؟ عاوزين فرقتنا تلعب قسم ثالث بناء على لوائح الاتحاد المصري لكره القدم. لنا حق ادهولنا، ملناش حق اقول لك مع السلامه. احنا النهارده يعني ممكن نفقد مصداقيه الناس عندنا، احنا كاعضاء مجلس اداره مركز شباب حوش عيسى، ومعانا السيد رئيس مجلس اداره، الراجل ده يعني شايل كتير وعليه ضغوطات كتيره من البلد وازاي والفرقه. طيب ماشي، هتقول لي النهارده طب في حاجه يا دكتور ايهاب انا لم اذكرها. فريق حوش عيسى بينه وبين مدينه ابو المطامير 10 كيلو. مركز حوش عيسى بينه وبين مدينه ابو المطامير 10 كيلو. ابو المطامير لعبت في مجموعه اسكندريه. انا لعبت في مجموعه كفر الشيخ وارتضيت ان انا العب في مجموعه كفر الشيخ، رغم ان كل فريق بتبعدنا عنه مسافه لا تقل عن 4 ساعات، سواء بلطيم او شباب قلين او بيلا او دسوق، مسافات كبيره بقطعها عشان اروح العب، وكنت بتحمل مشقه السفر وكنت بروح ابيت والعب في الانديه دي. يجي اخر الدوري لما يكون ليا حق، ده يكون جزائي ان انا ارتضيت ان انا العب في مجموعه كفر الشيخ وما رضيتش اروح الاتحاد اعمل وقفه احتجاجيه عشان اقول له انقلني اسكندريه، قلت لا ده الدوري لسه بادئ وكنا طالعين من احداث انت واخد بالك فيها اللي هي بتاعت بورسعيد وكده، عاوزين الكوره ترجع، كنا بنساعد في رجوع الكوره. فيا ريت كل واحد يبقى مسؤول في مكان ما يحكمش بالهوى، مش عشان انا عندي اتحاد كوره في البحيره
يديني حق على حساب فرقه من المنوفيه او من الصعيد او من كفر الشيخ او من الفيوم او من مطروح. لا، انت عضو اتحاد كوره جيت تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. احنا عاوزين حقنا وما تتبعش هواك عشان خاطر مركز شباب الليل من محافظتك تقعدها على حساب مركز شباب حوش عيسى. وحوش عيسى مش شويه، ده حوش عيسى مدينه في البحيره ولا شعبيه كبيره. وصلت الرساله. احكي فوز عاوز يقول ايه في النهايه؟ اقول لاتحاد الكوره كفايه ظلم، كفايه كفايه كفايه، ادونا حقنا، لو لنا حق ماشي، ملناش حق احنا مستعدين. غرب الاسكندريه نادي بهيجلي جماهير كثيره، وصدقني زعلانين كلهم، وهم كلهم سامعيني دلوقتي، كلهم زعلانين، شايفين الظلم ومش عارفين ناخدوا حقنا. يعني بكل الطرق احنا هنتجه اتجاه اللي هو الطريق الشرعي، واحنا فيه للاخر مع اتحاد الكره للاخر. يا نجيب حقنا يا نلغي النشاط الرياضي عندنا في بهيج. كان دايما بعض الاصدقاء يقولوا لي اتحاد الكره ما عملش حاجه للكره المصريه. خرج منتخباتنا في الناشئين، خرجت من كافه المسابقات، وربنا يستر يعني كلنا امل في المنتخب الكبير يعني يدعم العمليه شويه. كنت دايما اقول لهم كتر خير الناس قدروا ينظموا مسابقات في ظل الظروف الامنيه اللي كانت موجوده. عملوا دوري عام وعملوا قسم ثاني وعملوا قسم ثالث، لكن الدوري العام هو اللي في الصوره. والناس دي كانت بره خارج الصوره وخارج البرواز، احنا دخلناهم جوه البرواز. اذا كان تنظيم المسابقات يدار بهذه الطريقه بهذه المجاملات الفجة، يبقى عليه العوض ومنه العوض، يبقى ده مش اتحاد كورة. المسابقات حدث ولا حرج، بلاش افتح لجان المسابقات بتتكون ازاي، بلاش اقول ان في ناس بتراقب المباريات عمرها ما شافت، بتعرف بس ان الكورة ديت شكلها ايه، وفي نجوم تانية زي الكابتن زقلط ورضا سامي اللي هم يمثلوا منتخبات مصر بره لجان المسابقات. تمام، فخلونا مرة نقف معاكم، خلونا مرة كأصدقائنا نقدر نقول ان انتوا عندكم حق. ومرة تانية بقول احنا اتصلنا بالمهندس احمد مجاهد بالعزيز مجد المتناوي. انا كنت اتصلت بيه عشان يكون موجود معايا في الحلقة وهو اعتذر، لكن كل مرة بتغزونا مش قادر اقول ايه، كل واحد فيكم خد حتة من التورته، ده منتخب مش عارف ايه وده منتخب ايه وده تسويق ايه وده مش عارف ايه، وبقينا الناس دي صوتها مش هيروح بعيد، احنا وراهم لغايه ما حقهم يجي. اشكرك شكرا جزيلا كابتن صبحي. انا اللي بشكرك، انا اللي بشكرك يا دكتور ايهاب والله على الاستضافه، وبشكر كل مشاهدي قنوات السي بي سي، واشكركم واشكر طاقم الاعداد. اشكرك يا فندم، اشكرك يا فوزي بيه، ده نورتنا، وتحياتنا لاهلنا في بهيج وبرج العرب. شكرا جزيلا على تحملك مشقه السفر. شاكرين جدا جدا لدكتور، واحنا بشكرك لاتحاد الفرصه لعظم مشاكلنا بنادي بهيج، وانقل تحيات مجلس اداره نادي بهيج لحضرتك واهالي برج العرب وابناء القبائل العربيه. اشكركم، شكرا جزيلا. الاسكندريه، شكرا. الفقره الثانيه نتائج الاسبوع الخامس من القسم الثاني، مفاجات بالجمله وانديه حتى الان كبيره تترنح الى اين ستذهب، سنناقش كل هذه الامور بالتفصيل ومعنى العديد من الاهداف في المباريات المختلفه بصحبه المدير الفني نادي الشرقيه للدخان كابتن ابو بكر فوده، وايضا لاعب غازي محله ونادي الزمالك السابق الكابتن محمد جنيدي، لكن بعد الفاصل.